كانت بداية المشروع في سنة 2011. طبعا البداية ما كناش مؤمنين بالمشاريع الصغرى وكذا، كنا الشيء اللي تعلمناه من المدارس وكذا ان اقرا وتعلم بستخدم في الدولة. خلاص بعد احداث اللي صارت في 2011 اضطريت اني ناخذ خيمة صغيرة وبديت العمل فيها. قعد الزباين يتوافدوا علي بكثرة، والزباين كل زبون عنده متطلباته، في اللي يجي يقول لي علاش ما عندك كراسي، علاش ما عندك طاولات، علاش ما عندك كذا. خلاص فاني الفكرة رسخت في دماغي، قلت علاش ما نكبر المشروع ونزيد من المستلزمات اللي عندي. بديت شوية 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 لعند ما وصلت لمرحلة مشيت لمصراتة صممت كوش. الكوش هما طبعا صممتهم، عندي صديق لي رسمهم لي رسم كفكرة، يعني فكرة احنا اللي حطيناها ما كانش فكرة موجودة. بعدها تم صناعة الكوش هما، ويعتبر أول محل في مدينة غات يعني للكوش والأفراح والمناسبات. وقعدت الأمور ماشية حتى يعني اكتشفنا أن العمل الخاص أحسن نوعا ما من عمل الدولة، ومشروع خاص بيك يعني الحمد لله مكفي لي أموري والحمد لله وماشي الأمور. لعند ما ربك يسخر نحصلوا عمل في الدولة إن شاء الله. رسالتي للشباب أن أخدم الخدمة مش عيب، خدمة مش عيب، وفي زي ما قال المثل صنعت اليد ولا ورثت الجد. يعني انت لما بتخدم وتكون مشروعك لازم حتى تحط اهداف قدامك، تحط بعد كم سنه انا شو بنكون، انا توا شنو بعد كم سنه كم بنكون. والمنطقه يعني كلنا نعرف منطقه غات محتاجه لعده مشاريع. سوق العمل في منطقه غات يعتبر جيد، ما فيش منافسين كبار، تقدر تبدا في اي مشروع واحده 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 لعند ما توصل.